شكرا للزميل الكريبي بن جابر المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. هذه انطلاقة شوط الختام، شوط خاص بالابكار الثنايا من مسافة 6 كيلومتر، هي المسافة الحاملة فيها الإثارة وروح التحدي هنا في هذا الميدان، ميدان التحدي، حيث نتواصل مع هذا السباق المحلي الرابع وفي المرحلة الثانية الخاصة لسن الكبار. نبدأ بالمركز الأول، نتابع مقدمة الشوط شجرة من تنطلق على أول المراكز لشعار هجنة الشحنية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، تليها مباشرة اللي تحتل المركز الثاني أبعاد من هجر الشحنية مع جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر أرى التقدم والانطلاقة من شرق لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسيب محمد بن سالم بن سفران المري، يتابع شرق من تنطلق على ثالث المراكز ورابع التحديات هنا الناوية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، فهد بن حصين النعيمي يتابعها في هذه الانطلاقة المميزة وفي هذا التحدي الكبير. المركز الخامس نقلة مباشرة مع الدانة من تنطلق على خامس المراكز شعار هجنة الشحنية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى في شوط الختام مع النداء الأول، ونتحول مباشرة مع الصدارة ومن تنطلق في هذا التحدي الكبير والرائع هنا الشرق. من تحتل المركز الأول في هذا التحدي شعار هج سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني مع المضمر بن سفران حسيب محمد بن سالم بن سفران المري، يتواصل مع شرقه من تنطلق على أول المراكز. المركز الثاني نقل مباشرة إلى ثاني مراكز، نتابع في هذه اللحظات أبعاد لهجنة الشحنية مع جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثالث اللي تحمل رقم 3 وتنطلق في المرتبة الثالثة شقرة لهجنة الشحنية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الرابع ناخذ المركز الرابع والناوية على الفوز اليوم مع شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، فهد بن حصين النعيمي يتواصل مع انطلاقة الناوية اللي تحتل المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز الذيبة لهجنة الشحنية جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز الخامس، يقدم لنا الذيبة على المستوى المركز الخامس. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع الصدارة ومن تنطلق في هذا التحدي تحمل الرقم 1 وهي على مدرج رقم 1 شرقة من تحتل الصدارة وتنطلق في هذا التحدي شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسيب محمد بن سالم بن سفران المري، يتواصل في هذا التحدي، يقدم لنا شرقة في شوط الختام. المركز الثاني تليها مباشرة على ثاني مراكز أبعاد لهجنة الشحنية جابر بن سالم بن فاران المري، أيضا الشبل يتواجد مع أبعاد من تحتل المركز الثاني وثالث الأسماء. الدخول في هذه اللحظات والانطلاقة من غزوة وأول نداء لغزوة من وصلت واحتلت المركز الثالث لهجنة الشحنية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدي المركز الرابع، ناخذ المركز الرابع، نتابع هنا شقرة لهجنة الشحنية من تحتل المركز الرابع، أيضا يتواصل العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، وأيضا شعار الأدعم شعار هجنة الشحنية يتواصل مع شقرة من تحتل رابع المراكز والمركز الخامس. من الجانب الآخر أرى وأتابع الانطلاقة من هبة من تحتل المركز الخامس، تنطلق لهجنة الشحنية مع المضمر محمد بن خالد العطية. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى مع انتصاف المسافة 3 كيلومترات ما يتبقى عن نهاية وناموس هذا الشوط، وهنا الصدارة والمقدمة أبعاد، أبعاد لا زالت على الصدارة ترقص على أرضية ميدان الشحنية بشعارها المميز، الشعار الأدعم، الشعار أيضا الغالي على قلوب ومحبين هذه الرياضة، رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. لهجنة الشحنية تتواصل مع الانطلاقات المميزة، وأيضا يتواجد الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، تليها مباشرة من الجانب الآخر هنا تنطلق شرق
شرقة من تحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع المضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري. غير مجريات هذا الشوط وينطلق مع التحدي الأول المركز الثالث. نتابع غزوة لهجنة الشحنية مع العملاق عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الثالث ورابع المراكز. هنا الانطلاقة من شقرة، شقرة تحتل المركز الرابع لهجنة الشحنية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الخامس آخذ اللي خذت المركز الخامس في هذه اللحظة ونهب الانطلاقة من هيبة من تحتل المركز الخامس لهجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى الباحثة بناموسي هذا الشوط، وقدمنا يا برتو على الصدارة. نتابع الأسماء والشعارات المميزة التي تنطلق في بحر الناموس وأيضا تبحث عن تسجيل نقطة في شوط الختام هنا في هذا السباق المحلي الرابع. هنا تنطلق مشاهدينا الكرام غزوة وتشن الغزة في هذه اللحظة وتنطلق مع شعار هجمة الشحنية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بدأ ينطلق في هذا التحدي، بدأ ينطلق في هذا الشوط. يا سلام يا سلام المركز الثاني 1500 متر يا مضمرين يا متابعين عبر قناة الريان. وتابع ثاني مراكز الشرقة من تحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري. يتابعها في هذه الانطلاقة المركز الثالث. تنطلق ابعاد لهجنة الشحانية مع ايضا الشبل جابر بن سالم بن فران المري، وايضا قدوم في هذه اللحظات على رابع المراكز من شقرة من هجرة الشحانية. تواصل العملاق عملاق المضمرين يقدم لنا أيضا المركز الرابع مع شقرة، ويقدم أيضا الاسم القادم في هذه اللحظات منحاف، وأول نداء لمنحاف تصل وتحتل المركز الخامس لهجرة الشحانية. تواصل العملاق عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي. إذن متابعينا الكرام عودة إلى مجريات الشوط مع أيضا أجواء الكيلو المتر الأخير في شوط الختام، تنطلق الشحانية في هذا التحدي وتغير في هذه اللحظة، وتنطلق أيضا لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وشعار بن سفران أيضا حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري مضمر الشحانية، ولكن ينخطف من منحاف أيضا تتواجد في هذا التحدي لهجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعودة مشاهدينا الكرام، عودة إلى أول المراكز، عودة مع منحاف على الصدارة، ولكن أبعاد بدأ تشكل الخطر، وتنطلق في ثاني مراكز لهجنة الشحانية. أيضا يتواجد أيضا الشبل جابر بن سالم بن فران المري يتواجد مع المركز الثاني، ولكن منحاف مع 400 متر الأخيرة بشعارها المميز بأدائها المميز تتواصل منحاف على الصدارة. تنطلق في هذا التحدي، تعلن تواجد شعار هجنة الشحانية في هذه الأمسية، أمسية الثنايا. تنطلق منحاف في شوط الختام مع العملاق عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي. يقدم لنا منحاف مع الأمتار الأخيرة مع 100 متر الأخيرة. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية على فوز منحاف بالمركز الأول، ولحظات وصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا للعملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي من قدم منحاف في أول المراكز. المركز الثاني جاءت فيه أبعاد الهجنة الشحانية، المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات منحاف لهجنة الشحانية، بينما المركز الرابع شقرة لهجنة الشحانية. المركز الخامس جاءت في مشاهدينا الكرام شرقة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. إذا المتابعين الكرام تهانينا وألف مبروك للمؤسسة العملاقة مؤسسة هجنة الشحانية على فوز منحاف بالمركز الأول، والتهاني موصول إلى المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا في هذا المساء 10 نقاط، وهذه النقطة العاشرة تسجل مع منحاف، والتوقيت الزمني 9:39 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني جات في أبعاد، وتوقيت أبعاد 9:40 51 ثانية. تهانينا للمضمر ولشعار هجنة الشحانية، وإلى المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثالث جات فيه
من حاف لهجمة الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن جابر بن فران المري. والتوقيت الزمني 9:41 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذه النتيجة. نصل إلى ختام أشواط الفترة المسائية لهذا اليوم الخاصة لسن الثنايا. وهذه قائمة لأسماء الفائزين في هذا المساء. وقد خطفت الشوط الرئيسي الأول للأبكار العيدية لهدنة الشحنية مع